تعيد اللقطة هناخد مع بعض الريسك ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش للخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء اول حاجه انت جربتي سكاي دايفنج قبل كده مرتين وجاي النهارده تجربيه لثالث مره وايه لي بقى انت ما بتخافيش خالص كده؟ لا اكيد في لحظه بيبقى فيها خوف انا فاكره كان اول ما الطياره بتفتح هي دي اكتر لحظه بتبقى مرعبه. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ كنت بخاف من الحاجات العاليه قوي وعشان كده قررت اعمل سكاي دايفنج اصلا اول مره. طيب بما انك بتقولي ان قلبك جامد ومش بتخافي قلت كده بتقولي دي انا مذاكره كويس تهزريش اوكي لازم عشان نبدا مغامرتنا النهارده تاخدي تاشيره المغامر. اوكي التاشيره دي بقى ما هسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد خطوه تاشيره المغامر ولا لا. قدها ان شاء الله. اوكي مبدئيا قرار الجواز او الارتباط بتعتبريه مغامره ولا لا؟ لا ده اسمه نصيب. اسمه نصيب. طيب بما ان مغامره النهارده فيها طيران قولي لي لو انت بقيتي سوبر هيرو بتطيري هيبقى اسمك ايه؟ سوبر دينا. سوبر دينا؟ مش سوبر دوندون مثلا؟ اكتر دلع بتحبيه ايه ليكي طيب؟ دوندون. دوندون؟ سوبر دوندون يعني؟ لا سوبر دينا. سوبر دينا اوكي. اتدلع عليه وانا رايحه اهزر رايحه انط من الطياره. اوكي. في اغنيه معلقه معاكي بتشوفيها كده على التايم لاين كتير وانت على الانستجرام ايه ده؟ اغنيه ويجز البخت. بجد والله؟ انا بص حطها على ريبيت عشان احفظها. انا انت حفظتها ازاي ويجز؟ بجد هي صعبه قوي بس حلوه قوي. في حته بحبها قوي اللي هي والله وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتب لك كلام معسول بعيد عن عيني وعيني مع غيري ومش مبسوط ده انا ضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشهور. احنا كده خلصنا اسئله. خلصنا. انت خلصت على مستقبلي خالص. صغرتي وغني ونطي من الطياره في اي امر. لا لسه بقى لسه دلوقتي عندنا هنروح عشان نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بفي ارتست وهنشوف ايه اللي هيحصل. احلف اللي بلبسها انا عايزه واحده عشان انا بحبها جدا. قولي لي جايبينها منين؟ بجد نفسي في واحده قوي. اوكي يلا بينا. يلا استنى. لا ايه ده ايه ده؟ دي ايد مين ولا انا ولا ايه ده؟ الله بس انا عايزه ابقى اسرع من كده. لا على فكره انا شاطره. وفي جبال وحاجات. يا نهار اسود. حسب حسب دي كانت حلوه قوي. يا لهوي يا لهوي دي صعبه دي. دلوقتي يا دينا احنا خلصنا اسئله وخلصنا كل حاجه اوكي وانتي 7.9 من 10 مغامره. ليه بقى 7؟ وديت فين ال 2.5 دول؟ لسه هنشوفهم فوق بقى ان شاء الله. اوكي ودلوقتي ده هيديكي لقب مغامره مش سهله خالص. فانتي دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامر فهتاخدي باسبورك وهتسلمها لهم هناك. تمام ده اول حاجه. ماشي. اوكي قبل ما نمشي بس عاوزينك تسجلي فويس نوت والفويس نوت دي مش هنسمعها غير اما تنزلي هناك. استنى مش هتسمعوها دلوقتي. انا مش هسمع. انت هم انت هتعمليها. طيب انا طالعه. عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي يعيش معاكي مغامره. بص اتنين من صحابي واحده رانيا كانت هتموت وتعملها ومتضايقه جدا ان انا سافرت من غيرها ومنا صاحبتي من ايام المدرسه دايما كنا بنعمل حاجات مجنونه مع بعض. يعني كل مصايبنا انا وهي. لا طب ممكن بقى تكلمينا منا عشان عايز اعرف حاجه بس منا عشان المصايب والمغامرات دي بالنسبه لنا كارثه. عايز دلوقتي تدخلي منا فيديو كول معانا عشان نعيش المغامره وتقولي لها بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي عايشاه معانا في المغامره.
منى انا هعمل سكاي دايفنج. سكاي دايفنج؟ اه. هو انت فين؟ سان كاترين. طب انت في مصر ولا مش في مصر؟ ما انا بقى ألذ حاجه ان انا هعملها في مصر. يعني انت عارفه عملتها في اسبانيا واكسايتد قوي ان انا اعملها هنا. منى لو جرى لي حاجه منك اهلي امانه في الارض. خليكي معاكي عشان لو حصل حاجه. طب يا منونه كان نفسي تبقي معايا. وانا كمان والله، بس لو كنت موجوده كنت جيت اكيد. طمنيني طمنيني عليكي. هكلمك اول ما انزل ان شاء الله. طمنيني كده. هدعي لك من فوق. ادعي لي والنبي. ايش؟ اي لاف يو. لا 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 لا. نجوم السماء. نجوم السماء. I trust you. إن شاء الله قادرة. Let's do it. حوري سويت. أنا جيت. إيه حكاية أغنية السيطرة معاكي؟ آه دي حطوها لي في المسرحية. أها. وأنا حبيتها قوي الأغنية. طب حتة بس منها بعد إذنك؟ يا جماعة أنا مش مغنية. مش مغنية ما أنا عارف. إيه؟ ما هو؟ بسيطرة. ماشي المسطرة. هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. انا حبيتها قوي عشان دي كانت دخلتي في المسرحيه. اوكي. اه ماشي. قولي لي بمناسبه الاغاني بقى، انا عارف انك بتحبي شاديه جدا جدا قوي. قولي لي بقى اغنيه بمناسبه الحاجات الحلوه اللي احنا فيها دلوقتي. بحب قوي وحيات عينك وفداها عناني، انا بحبك قد عناني. بحبها قوي وبحب يا حبيبتي يا مصر يا مصر طبعا. حته بقى مع الاسم، احنا نازلين على منطقه في مصر وبتاع، ما ينفعش. اتفضلي يا حبيبتي. ما ينفعش تخليني اغني شادية والناس العظام دول. دندني شادية مش هتغني. ها يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا انا.
دينا الحمد لله على السلامة. Thank you so much. I love you so much. دينا آخر ثلاث أرقام في موبايلك إيه؟ 7 7 4 7. قولي لي هترجعي تاني شعرك كيرلي ولا خلاص الشعر ده بقى كده؟ أيوة أكيد هرجع شعري كيرلي. أنا عايز أشكرها بس. I love you. Thank you. You did awesome. Congratulations. لا انتوا مش فاهمين اللذاذة. وبعدين ايه حلاوة الريفيو ده؟ تحفة. في حتة كنا شايفين منها بحر وجبل. لا الناس لازم تعملها في مصر على فكرة. فكرتي في ايه وانت نازلة من فوق؟ كنت بدعي. مامتي دايما كانت تقعد تقول لي وانت نازلة من الطيارة ادعي. معرفش ليه. فبقى هو انا بنط من الطيارة. اه لا في انبسطت قوي. في ادرينالين كده. بس دي اكتر مرة انبسطت فيها. نجوم السماء نجمة السماء النهاردة دينا الشربيني. أهلا بيكي على الأرض. أهلا بيك. شفتي سانت كاترين من فوق؟ تحفة. بص أنا عملت الموضوع ده. أنا نطيت من الطيارة. عملت سكاي دايفنج مرتين. المرتين كانوا في أسبانيا. بجد أنا انبسطت هنا أكتر بكتير. يعني أنا نفسي أقول للناس لازم وكمان الحتت اللي أنتوا عاملينها حتت مميزة قوي. يعني أنا بالنسبة لي سانت كاترين دي حتة مقدسة. ده يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى وكلم سيدنا موسى. ده مجمع فريد لكل الأديان اليهودية مسيحية إسلام. عجبتني قوي فكرة البرنامج إن هي معمولة بجد في حتة في معالم في مصر لازم تتشاف. يعني ما ينفعش الناس يبقى بيقولها من برة وإحنا اللي دي بلدنا اللي لازم نبقى مقدرينها ما شفناش الحتة دي. فلا كان experience تاني. بعدين من فوق أنت شايف جبل وشايف بحر وشايف تحفة. اكسبيرينس خطيره بجد. طب واضح ان عندك معلومات كتير عن دير سانت كاترين. تعرفي هو اتسمى سانت كاترين ليه؟ اه على اسم القديسه كاترين. برافو. كانت في اسكندريه وجت هي كانت اول واحده هنا في الدير. قبل ما نكمل اسئلتنا عايز اسمع الفويس نوت بعتيها لمين وقلت فيها ايه. ممكن نسمعها؟ عشان كده ماسكني التليفون. بالظبط كده. انا مش فاكره انا قلت ايه. بعتي لبابايا ومامتي. بعتي لبابايا ومامتي. عامل سكاي دايفنج بس قلت اقول لكم قبل ما اطلع عشان هتبقوا قلقانين ومتوتروا. ان شاء الله هتبقى حلوه وارجع بالسلامه. متخلفه بتتكلم. خليهم بقى يذيعوا الحاجات اللي انا صورتها في المسلسل. يا حرام. شو تعبت قوي والله. ده من كتر ما انا تعبانه في المسلسل بقول لهم بليز خليهم يذيعوا الحاجات لو جرى لي حاجه. منطقه سانت كاترين فيها كمان غزلان وارانب بريه وحاجات كده. علاقتك ايه بالحيوانات؟ عندك حيوانات؟ عندي ليتشي. ليتشي ده كلب ولا قط؟ كلبة بنت. بس أنا أسفة يا ليدي عشان هو بينهار ما بقول عليها كلبة. هو أصلا بيتلخبط ويقول لها دينا كتير جدا يعني. وبيقول لي أنا ليتشي ساعات. فا أه بحبها بموت فيها يعني. إحنا خلصنا أسئلتنا. ناخد سيلفي. أنا انبسطت قوي بجد. يلا بينا ناخد سيلفي مع دير سانت كاترين. يا ريت. ونقول للناس كلها تعالوا هنا. بجد لازم تيجي. مش كلام برامج بجد بس بجد.
عشان